الوازعية جنوب غرب تعز، مأساة إنسانية تصنع فصولها وترسم تفاصيلها عصابة الحوثيين والمخلوع الصالح المتمردة بحربها القذرة وتهجيرها القسري لأبناء المديرية الذين رفضوا الوقوف مع مشروعها التدميري وفضلوا حياة النزوح والتهجير على حياة البقاء والذلة. قامت ميليشيا الحوثي وصالح بمهاجمة مديرية الوازعية منذ 9/2015 وحتى الآن، وقامت بارتكاب جميع الانتهاكات والجرائم المعروفة والغير معروفة من قتل وتهجير وإصابة وتدمير ممتلكات عامة وخاصة وبنية تحتية. منظمة السام للحقوق والحريات ومقرها جنيف وبالتعاون مع منظمة العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان أطلقت تقريرا خاصا بمأساة الوازعية يعتبر الأول من نوعه، حيث كشف عن أكثر من 7500 حالة انتهاك بحق المدنيين أبرزها القتل والاختطاف والتهجير القسري. وثق فريق الرصد الميداني لمنظمة العدالة والإنصاف من الفترة 29/9/2015 حتى تاريخ 15/4/2016 ما يقارب 7530 حالة انتهاك ارتكبها مسلحو الحوثي والرئيس السابق في مديرية الوازعية. تنوعت تلك الانتهاكات ما بين قتل عمد، إصابات، اختطاف، تهجير قسري، تدمير، اقتحام ونهب للمنازل، اقتحام ونهب للمحلات التجارية، تدمير واقتحام لمقرات حكومية ومرافق خدمية. أسر كاملة نزحت شرقا وجنوبا، تركت كل ما تملك خلفها، أطفال ونساء صغار وكبار لا يدرون أين يذهبون، لا أحد التفت إليهم من المنظمات الإغاثية الدولية غير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. الوازعية هي المديرية المنسية في عالم الانتهاكات سواء في الداخل اليمني أم أمام المنظمات الدولية والمجتمع الدولي. محمد الحذيفي الإخبارية، تعز.